واحد بيقول فاجأتني والدتي بقولها انا لا افتكر يوم عمادك، فسألت كل الاهل وتحريت الموضوع عمادي فلم اصل اجابة حاسمة، فهل بعد جهادي يكون مصيري ومصير الاخر؟ اذا كان في شك من عماد الواحد يروح يتعمد مجراش حاجة، فان كان اتعمد قبل كده يبقى الثانية دي ملهاش وجود، يعني ما اثرتش، وان ما كانش يبقى ضمن. فاذا كان ينكسف يروح يتعمد في بلد تاني، وما يقدرش وهو كبير يجي في الكنيسة اللي بيخدم فيها مدارس احد يقول لسه هتعمد، يعني برضو تثير الشك في حتة تانية.